أهلا بكم. ما يزال صوت الحرب الخشن مجلجلا. عالمنا اليوم مأزوم بالحروب، مزكوم بالتنحرات والصراعات. عالمنا اليوم يتجافى عن الإيجابيات التي تزخر بها الحياة، مشغوف بالسلبيات حتى اعتمادها كثقافة بل ثقافات. تلك حقيقة عالمنا اليوم، لكنه تصنيف سلبي أيضا. واقعيا ليس صوت السلم مبحوحا تماما، تبذل جهود كبيرة وناجعة على صعيد تعزيز السلم الدولي ونشر السلام وتعزيز قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني. جهود ناجحة وناجعة تلعب فيها الإمارات دورا رائدا وكبيرا، منها تنطلق مبادرات تعزيز الأخوة الإنسانية وهي محجة التسامح، بقناعة راسخة بأن إفشاء السلام هو الحل، هو البلسم لما يكابده العالم من تشظ وخلافات وضيق في الأرزاق وحتى في الآفاق. أهلا بكم في حلقة خاصة من قابل نقاش بعنوان لبنة أخرى من صرح التعايش الإنساني، أبوظبي تواجه عولمة الحرب بعالمية السلام. تأتيكم من هنا من منصة الدورة التاسعة من منتدى أبوظبي للسلم الذي يجمع رجال الدين بصناع الرأي والقرار، بالمفكرين العضين بالنواجذ على الطرح الإنساني القويم. ضيوفنا في هذه الحلقة سيكونون تباعا دكتور عبد الحميد عشاق، مدير موسوعة السلم ونائب مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغرب، الإمام الشيخ أيضا محمد حاج ماجد، المدير التنفيذي ورئيس مركز أدمز الإسلامي في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أيضا سينضم إلينا الدكتور ويليام فراي فندلي، الأمين العام الشرفي لمؤتمر العالمي للأديان ونائب رئيس منظمة الأديان والروحانيات بمؤسسة فيتسر. لقاؤنا يبدأ معكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إذن مشاهدينا من جديد. إذن هذه الحلقة خاصة تأتيكم من العاصمة الإماراتية أبوظبي من منصة الدورة التاسعة لمنتدى أبوظبي للسلم. سنبدأ الحلقة مع دكتور عبد الحميد عشاق، مدير موسوعة السلم ونائب مؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغرب. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور، منتدى أبوظبي لتعزيز السلم ينعقد إذن في دورته التاسعة، شعاره لافت جدا دكتور، عولمة الحرب وعالمية السلام، المقتضيات المشتركة. سأبدأ من السؤال ربما البديهي، ما المقصود بعولمة الحرب وعالمية السلام؟ شكرا لكم عن هذه الدعوة، بارك الله فيكم. المقصود هو لفت الانتباه إلى أن الحرب إذا وقعت في أي منطقة من مناطق العالم لن يسلم منها أحد، فإنها تعم وتتجاوز كل الحدود الجغرافية، فلا بد من إيقاف هذه العولمة التي يراد لها أن تتسع. عولمة الحرب هي عولمة الشر، ولا بد أن يكون هذا العنوان داعيا لكل العقلاء لاستحضار صوت العقل والحكمة والتنسيق والتعاون الراسخ لإيقاف زحف الحرب على بقية مناطق العالم. ولا يمكن إيقاف هذا الزحف إلا بإحياء قيمة السلم في النفوس والتذكير بمشاريع السلام، وهذا هو المقصود بعالمية السلم، يعني أن يتحرك أولو بقية ينهون عن كل ما يتسبب يعني في العنف والدمار وهذه الحروب العبثية. دكتور، إذا تركنا المساحة واسعة وفراغ كبير للأسف هذا ما يملأ، هو العنف، هو انعدام التعايش، هو التطرف، هو الصدام. إلى أي مدى مهم إما هذا المنتدى ومنتديات أخرى من أجل ملء هذا الفراغ وعدم تركها، ترك العالم حقيقة كضحية لكل هذه الحروب وكل هذه الصراعات؟ المنتدى يقدم مقاربات ملهمة في هذا المجال، ويذكر كل واحد في تخصصه وفي مجاله وموقعه، ويذكرنا بأن الإنسانية كركاب سفينة واحدة يجب أن يلتزموا بعمق التفكير بالحكمة وبأخلاق المسؤولية.
أخلاق المسؤولية هذه هي التي تستطيع أن تنقذ السفينة من مآل ما وقع لسفينة تايتانيك، يعني من الغرق. من الغرق. وبحكم رئاسة المنتدى من قبل معالي العلامة الشيخ سيدي عبد الله بن بيا، عالم دين كبير وشيخ السلام ومشبع بهذه القيم، جمع القادة الدينيين والروحيين في هذا المنتدى لتذكيرهم يعني بمسؤولية القادة الدينيين في تعزيز السلم العالمي، في تثبيت السلام الديني، لأن ذلك رافد وحافز على إيقاف عولمة الحرب. وهذا ما نحتاجه الآن. نحن اليوم للأسف دكتور في زمن حرب، في أزمنة الحروب يتساوى الجميع أمامها، كلنا نصبح ضحايا إما مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة أيضا. إن لم تطلنا الحرب يعني دمويا في الميدان، تطالنا أيضا تداعياتها وتبعاتها على مستوى الاقتصاد مثلا، وهذا ما نعيشه اليوم من حرب الروسية الأوكرانية مثلا. ما الخطوات التي قطعت بصفة عامة على طريق تأسيس وترسيخ عولمة السلام، وهل هذا ممكن اليوم بالنظر لما نعيشه في الكرة الأرضية؟ نعم، هناك مبادرات كثيرة اتخذ المنتدى، انتهج المنتدى برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية كريمة من هذه الدولة. أولا إصدار تذكير يعني العالم ب الوثائق، وثائق التسامح الكبرى، وثائق وإعلانات دينية، في البدء إعلان مراكش التاريخي 2016 لحماية حقوق الأقليات الدينية، ووثيقة مكة، وثيقة الأخوة الإنسانية، ووثيقة مكة المكرمة، ووثيقة حفل الفضول العالمي الجديد، وإعلان أبو ظبي للمواطنة الشاملة. كل هذه الوثائق أشرف عليها المنتدى لتذكير الإنسانية بالحاجة إلى السلم. وأنتم تعرفون يعني دور الدين في تحفيز الأفراد على سلوك المصالحة وقيم يعني الوئام والاحترام المتبادل. السؤال الثاني، الشق الثاني أيضا في السؤال، هل عالمية السلام ممكنة اليوم؟ نعم، في هذا الظرف بالتحديد دكتور؟ نعم، أنا أرى ذلك ممكنا، ولو ربما هذا هو وقته الآن، ولو في هذه الظروف. نعم، العصيبة. دائما يعلمنا التاريخ أن فئة قليلة عندما التزمت عانقت هذه الرسالة واتسمت بعمق التفكير وبأخلاق المسؤولية وبالإصرار على الوصول إلى بر الأمان ونشر السلم، هذه الفئة يعني يذكرون التاريخ هي نفسها التي تغير بها التاريخ. صحيح. وهي التي أحدثت الفرق، وهي التي أحدثت يعني تغيير وجهة سفينة البشرية، وهذا ما نرجوه في هذا الظرف. نعم، بالتحديد في هذا الزمن بالتحديد. منتدى أبو ظبي لتعزيز السلم معني بالدرجة الأولى أيضا بتعزيز السلم في البلدان الإسلامية، نشر ثقافة الاعتدال، تقديم الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين لغيرنا من الديانات ومن الشعوب، وهذا ما دأب عليه على مدى قرابة عقد من الزمان أو أكثر. كيف واجهتم نظرة الغرب الازدواجية الآن بمعايير الازدواجية الغرب تجاه المسلمين قضاياهم؟ الجميع يدرك أن الغرب يتحمل أيضا جزءا من مسؤولية ما آلت عليه بلداننا أولا الإسلامية، وكيف وجزء من المسؤولية لنظرة لهذا الدين ومن يحملون هذا الدين من المسلمين. هذا السؤال مهم جدا وعميق. واجهنا هذه الاتجاهات التي ربما كان هي من أسباب ما يعيشه العالم اليوم، بالدعوة إلى الحوار، بالدعوة إلى الحوار وباحتضان أولي بقية منهم، يعني الغرب، العقلاء منهم. نعم. الغرب ليس فقط يعني المشاريع الاستعمارية و... صحيح. لا، هناك يعني أصوات يعني تصدح بالحكمة وبالعقل. احتضننا هذه الأصوات في كثير من ملتقيات المنتدى ومبادراته، واتفقنا على أن نوصل خطابا كونيا مشتركا يحد من عولمة الحرب ويخاطب
يعني العقول والنفوس ويخاطب الأجيال الصاعدة للتفكير في مستقبل العالم، لجعل هذا العالم أكثر تسامحا وأقل عنفا واضطرابا. وشاركوا معنا في مثلا في الموسوعة وفي كثير من المنتديات. نحن لم يعني أي مبادرة دائما تكون بالتنسيق مع أولي بقية من مفكري وعلماء الغرب، لأن يعني ما نعيشه يعني يمسنا جميعا ونعاني منه جميعا. هناك أعمال رائعة قام بها المنتدى، ومن معكم في المنتدى ومن هم من الشركاء في المنتدى والحلفاء لهم إن كانوا أفرادا أو كيانات أو دول، ما التحديات التي واجهتموها؟ التحديات هي الصور النمطية التي سبقت في استقرت في أذهان الناس، استقرت في قلب المؤسسات. مثلا أن الدين هو سبب الحروب والمآسي وسبب يعني العنف، لم نجد أحسن من مثلا أكاديمي كبير في الولايات المتحدة اسمه ويليام كافانو يتحدث عن أسطورة العنف الديني، يعني الحروب وهذه المآسي لا علاقة لها بالدين، وإنما لها علاقة بأجندات سياسية واصطفافات طائفية ومذهبية واقتصادية لا علاقة لها بالدين. روح الدين أنه طاقة يستطيع أن يخلق الوئام والسكينة والاستقرار، ويمكن أن يكون إسفينا للانقسام، ويمكن أن يكون إسفينا للفكر العنيف، ولكن دورنا نحن كنخب أن نعدل هذه النظرة، يعني في قراءة النصوص الدينية المقدسة، في قراءة سيرة الأنبياء، في قراءة الفكر الديني والتراث الديني عموما. نحن نقوم بكل هذه الوظائف وهذه الأدوار وهي تحديات في نفس الوقت كبيرة. نعم، تحديات في التعليم، تحديات يعني في التقاليد الأكاديمية، في ما استقرت عليه حتى العقل الأكاديمي من إطلاق اتهامات. على سبيل المثال موسوعة المعارف الإسلامية التي أطلق أشرف على برنارد لويس، هذه مليئة بكثير من الأفكار الخاطئة والصور النمطية المشوهة. لابد لنا من جهد مضاد لتصحيح كثير من الأحكام التي استقرت في هذه الموسوعات والمعاجم. وربما ما يقابلها هو عمل الموسوعة، سأعود إليه لأنها نقطة مهمة جدا الموسوعة. نعم. ولكن سأبقى عند نقطة كل ما قمتم به لابد أن يصل دكتور، إذا لم يصل إلى الناس وكأنه عمل جليل وقدير ولكن بقي في المكتبات، ولكن من وجهة نظرك ما الطرق المثلى لإيصال هذه الأفكار التي تسعى حضرتك وكل من هو في المنتدى والمنتدى نفسه والساعين والقائمين عليه للترويج لها، من أبرزها ترويج لقيم الحياة مثلا، خلق عالم يحتكم فيه الناس إلى قوة المنطق ولا إلى منطق القوة، كيف يمكن ترويج لهذه الأفكار كلها من وجهة نظرك؟ أستاذنا وملهمنا معالي العلامة الشيخ سيد عبد الله ببية يجيب عن هذا السؤال بثلاث لامات: التأصيل والتوصيل والتنزيل. لابد من معرفة علمية صحيحة آمنة خاضعة للضبط العلمي الرصين، وهو الذي يقصده بالتأصيل. ولا بد في العملية الثانية من التوصيل، لا بد من بذل جهد كبير في توصيل هذه المعرفة الآمنة الصحيحة إلى قطاع واسع من الشباب، من المثقفين، ممن يخالفوننا، ممن يتهموننا، فلا بد من جهد على مستوى التوصيل، وهو ما تتفضلون بالقيام به حضرتكم. والمهمة الثالثة التنزيل، لا بد أن ننزل إلى الميدان. صحيح. لا بد أن نشتبك يعني مع اتجاهات ومؤسسات تتحرك في الواقع، إما الواقع الافتراضي وإما الواقع الحسي. لا بد من يعني القادة الدينيين والروحيين كما كنا اليوم نتكلم فيه، لا بد أن ينزلوا إلى الميدان، الخطابات والمواعظ والتعاليم، وأن يتكلم كل واحد مع أتباعه والمؤمنين يعني بدينه لا يكفي،
لابد من مقاربة تصالحية تنسيقية تؤسس للعمل الديني والروحي المشترك لتعزيز السلم، لحفظ لبدل السلم، لحفظ سفينة البشرية الكبرى. هذا هو. وأنا مؤمنة جدا بدور الإعلام حتى نصل. هو تكاتف دكتور، وشراكة بين ما تقومون به من عمل عظيم وجليل، وهذا دورنا أيضا في إيصال هذه الأفكار العظيمة التي تنور الناس إما داخل طبعا بلداننا العربية الإسلامية أو خارجها. الكلمة المفتاح اللي تفضلت بها شراكة. يجب أن تكون شراكة فعلية متناسقة مع كل المتدخلين، يعني من الإعلاميين، من المجتمع المدني، من القطاع الخاص، من القطاع العام، من القادة الدينيين أو الروحيين، من المثقفين، وألا نقصي أحدا، ألا نقصي أحدا. وفي كل صراع وفي كل حرب يلوح أفق للسلام وسبل ممكنة للسلام، ولكن بشرط باستحضار التعاطف الأبدي فيما بيننا، استحضار أخلاق المسؤولية، وأن لا يجرد بعضنا بعضا من وصف الإنسانية. شعورنا بكينونتنا الإنسانية العميقة هو أساس التعاون وأساس التنسيق، وهذا ما نصب إليه جميعا. شكراً. أصل إلى موسوعة السلم، ما هي موسوعة السلم؟ وأفهم من ردك قبل قليل أنها أيضا دورها كان للرد على موسوعات أخرى غربية مليئة بالمغالطات والأخطاء. ما هي هذه الموسوعة، موسوعة السلم؟ هذه الموسوعة هي استجابة لإكراهات ولواجب الوقت عاشها المسلمون طوال قرن ونصف، يعني من المشهد الثقافي نمطي معين. فهي فكرة العلامة الشيخ سيدي عبد الله بن بيه أنه لا بد من الانطلاق من قراءة النصوص الدينية قراءة صحيحة خاضعة للمنهجية العلمية المنضبطة كما عرف علماؤنا يعني في الإسلام. نحن لا نزيد في الموسوعة على التذكير بالقراءة التي قام بها يعني مشايخ علماء الإسلام بجدارة وبعلمية دقيقة. ماذا تحتوي؟ ما هي ربما مكوناتها هذه الموسوعة؟ هذه المكونات مكوناتها في أولا لا بد من إعادة بناء التصور الكلي لفكرة السن في الإسلام، بارادايم، بناء البارادايم الخاص يعني ب الفكرة أو مشروع السن في الإسلام، في غموض، في شوائب غموض كبيرة فيما يتعلق بهذا البارادايم. الأمر الثاني إعادة بناء مفردات فقه السلم، لأن الذي عندنا فقه السلم كتب فيه مثلا الأوزاعي ومحمد بن الحسن الشيباني فقهاء في القرن الثاني الهجري، ولكن لابد من استحضار السياق العالمي المعاصر، لابد من استحضار أن يعني متغيرات الوقت، أن العالم اتجه مثلا إلى عصبة الأمم وإلى يعني المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، هذا يعني متغير جديد. وما هي المجالات التي تغطيها هذه الموسوعة؟ هي مجالات كثيرة، يعني في التربية، محور التربية على السلم، في المحور الفلسفي، فلسفة السلم، في المحور القانوني، العلاقات والاتفاقيات الدولية، والمحور آخر وهو لا يقل أهمية عن عما سبق فقه السلم، يعني الفقه الإسلامي الذي يراعي السياقات ويراعي المتغيرات الجديدة في زماننا المعاصر لإعادة بناء مفردات السلم وفقه السلم. وهناك أيضا 4 مجلدات بخصوص السلم في تاريخ الديانات والحضارات. السلم هو الذي بنى الحضارة، هو شريان الحياة وصمام الأمان لقيام أي حضارة أو عمران.
واللجنة الحمد لله أصدرت حتى الآن 10 مجلدات ما شاء الله، والبقية تأتي بإذن الله. سأعول عليكم أيضا في، وأنا معكم شريكة في هذا الموضوع، لطبعا إيصالها ونشر ما في هذه الموسوعة من فكر، من فقه، من تجديد، خاصة أنها لها علاقة بالسلم وهو ما نحتاجه اليوم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الكرة الأرضية بصفة عامة. سأختم معك دكتور، ونحن ما نعيشه اليوم، هل حضرتك متفائل أنه فعلا بالإمكان إذا ما أردنا ذلك وتوفرت الإرادة إما السياسية أو الفكرية أن نكرس ونرسخ مفاهيم السلم اليوم؟ نعم، أنا متفائل جدا، لأنني عشت يعني وعانيت هذه المرحلة بحلوها ومرها، ووجدت صدى لهذا النجاح ولهذه الإمكانية بالشروط التي ألمحت إليها، عندما تحصل الإرادة، عندما يكون الفكر عميقا، عندما نفكر في الأسئلة بعمق، عندما نلتزم سلوكيا وعمليا. أنا أتفائل، ودائما كما يقول أرنولد توينبي في قصة الحضارة، الأقلية المبدعة هي التي صنعت الفرق، هي التي استطاعت أن تغير وجهة العالم. في كل مرحلة تاريخية تبدو لنا مليئة بصور الخراب والعدمية والعبث، الأقلية المبدعة هي التي تغير وجهة السفينة وتغير وجهة الأكثرية الكافرة. فلذلك نحن نراهن على التكثير من هذه النخبة المبدعة التي تلهم الناس يعني محليا ودوليا بهذه الرسالة المحبة لنهر السلم ليعم العالم كله بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الحميد عشاق، مدير موسوعة السلم ونائب مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغرب، شرفتنا بالحضور في حلقة قبل النقاش. شكرا دكتور. بعد الفاصل سيكون معنا الإمام الشيخ محمد حاج ماجد، المدير التنفيذي ورئيس مركز أدمز بولاية فيرجينيا للولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ما زلنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الدورة 9 لمنتدى أبو ظبي لتعزيز السلم. ينضم إلينا الآن الإمام محمد حاج ماجد، المدير التنفيذي ورئيس مركز أدمز الإسلامي في ولاية فيرجينيا الأمريكية. حاج آدم مرحبا بك معنا. شكرا، شكرا جزيلا. في كل سنة في بداية أي دورة من دورات منتدى أبو ظبي لتعزيز السلم هناك كلمة قيمة جدا للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه، هذا العام في هذه الدورة ما الذي لفتك في هذه الكلمة؟ أولا شكرا لاستضافتكم لنا. دكتور عبد الله بن بيه هو عالم كبير، عالم العلماء وإمام الأئمة، دائما في كلماته يكون هناك بعد فلسفي وبعد يعني تفسيري للنصوص، يربطها بالواقع ربط يعني وثيق. فهذه المرة التي لفت نظري أنه استخدم مفهوم السفينة، مفهوم السفينة، أن البشرية، هو من حديث شريف قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرقاب السفينة الذين هم في أعلى الطابق وفي أدنى الطابق من السفينة، فإذا كان أهل أعلى السفينة عندهم ماء وطلب السكان في أعلى السفينة الماء من الذين في أعلى السفينة ورفضوا ذلك، لقاموا بخلق السفينة. صحيح، وغرق الجميع. أنا أغرق الجميع، ولكنه الذي لفت نظري أنه قال هناك سفينة نوح وهناك سفينة تايتانيك. وقال يعني سفينة تايتانيك ارتطمت بالثلوج هذا، وسفينة نوح رست على الجبل. فقال نحن نريد سفينة نوح التي تجمع كل الناس. صحيح. حتى ترسل به في بر الأمان من أجل السلام والوئام. فعجبني هذا المثال، لأن هذا مثال يجمع البشرية جمعا، لأن مثال نوح عليه السلام فيه البشرية ممثلة في هذا، وأيضا مفهوم الحفاظ على البيئة وكذا، لأنه أيضا مخلوقات أخرى كانت في السفينة.
وعجبني المثال كعدده يعني. نعم، مقاربة رائعة جدا. أيضا ما يلفت الانتباه هو عنوان هذه الدورة، وهنا نحن سؤالي سيكون كيف يمكن لعولمة الحرب أن تواجه من خلال عالمية السلام أو عالمية السلم؟ هل هذا ممكن في وقتنا هذا وما نعيشه الآن من حروب؟ نعم، إذا كان هناك تحالفات تؤدي للحروب لابد أن هناك تحالفات تؤدي للسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن البشرية لابد لها من قيم التعارف في الأول، والتعارف هذا معناه التواضع والاستماع للآخرين بأذن صاغية وقلب مفتوح. وإذا كان ذلك كذلك إذن يأتي مفهوم التعاون وتعاون على البر والتقوى. نحن نريد يعني عالم مبني على التعاون لا على الصراع. والشيخ بن بلي دائما يقول الصراع على البقاء يؤدي إلى الفناء، أما التعاون على البقاء يؤدي إلى الرخاء. نتعاون جميعا، لأن لا نؤمن بنظرية يعني سوشيال داروينزم، النظرية التي تقول البقاء للأقوى، سيرفايفرز تو ذا فيتس. لا نرضى بهذا. كل البشرية لابد لهم، حتى الضعيف أمير الركب، لابد من أخذ البشرية جميعا معنا، وهذا الذي يدعو له هذا المنتدى. حضرتك ترى أن مجهودات منتدى أبوظبي لتعزيز السلم ورئيسه جعلت كثيرا، وهنا أقتبس من كلامك، جعلت كثيرا من أتباع الأديان الأخرى يبصرون القيم المشتركة بين الإسلام وسائر الديانات الأخرى. أبرزت أن الشيخ عبد الله بن بي استعاد في كتاباته الرواية الصحيحة للإسلام باعتباره دين سلام ودين رحمة. هل هذا ما كان ينقص المسلمين، هذه النظرة، هذه القراءة الصحيحة التي يتم إعطائها للآخر من الديانات الأخرى؟ هذا ما كان ينقصنا؟ نعم، الدكتور العلامة الشيخ عبد الله بن بي له قبول كبير الآن وسط علماء الأديان، لأنه يخاطب العقل ويعرف الغرب أيضا، وهو قارئ أولى فرنسية، يقرأ الفرنسية ويقرأ الفلسفات الغربية. الحوار الذي نريده بين الغرب والشرق، بين الإسلام المسلمين وغيرهم، هو حوار مبني على الإنسانية المشتركة، كما قال الإمام علي: الناس إما أخذ لك في الإنسانية أو صنوا لك في الخلق، أو أخذ لك في الدين أو صنوا لك في الخلق. فالشيخ عبد الله بن بي يركز على القيم المشتركة، ويدعو أهل الأديان للتعاون على الوقوف جنبا بجنب ضد خطاب الكراهية، ضد التعدي على المناخ، ضد الازدراء للمرأة والعنف. كل هذه أشياء قيم مشتركة مع الناس جميعا. وأنا كواحد من تلاميذ الإمام الشيخ عبد الله بن بي أرى ذلك الأثر في أمريكا، أنه عندما يتحدث للمسؤولين في أمريكا ويتحدث إلى قادة الأديان يقولون لي دائما أن هذا الرجل عنده نظرة ثاقبة وبعد كبير للحياة، ويهتمون جدا بكتاباته وبمحاضراته. وهذا الرائع أن نعرف تأثير الشيخ عبد الله بن بي ما شاء الله هنا في العالم العربي والعالم الإسلامي. الرائع هو تأثيره أيضا في العالم الغربي، خاصة أن لعقود ولو ربما لأكثر من ذلك كانت لديهم نظرة خاطئة، حتى نقول أكثر من ذلك، عن الإسلام وعن الدين وعن من طبعا متدين بهذا الدين السمح وهو الإسلام. سأقتبس من الشيخ عبد الله بن بي وما قاله في الافتتاح لهذا المؤتمر: إننا لا ندعو إلى السلم باعتباره ممكنا، بل باعتباره أمرا لا بد منه. فالسلام هو النهج وهو الغاية، والسلام ليس كلمة فقط، وإنما هو معنى عظيم يقوم في النفوس محبة وشفقة وأخوة. سؤالي هنا الحاج ماجد: لماذا تفشل بعض الحكومات في العالم الآن في سلك نهج السلم؟ ولنا في ذلك شواهد عديدة في العالم مختلفة، نعيش على وقع حرب في أوروبا مثلا. لماذا أمم نهضت من كبوتها عن طريق السلم والسلام، ونرى اليوم رغم ذلك ما زالت هذه الحروب تقوم من جديد، رغم كل ما نعرفه من التاريخ وما تتركه هذه الحروب من كبوات؟ القضية الأساسية في الصراع الذي نراه الآن في العالم هو مبني على الأحادية في النظرة الأحادية،
إنه نفسي نفسي، ولكن لا يرى الإنسان أن هذا الأمر إذا أشعل الحريق في مكان لابد أن يأتي الحريق إليه. وهذا الذي نحن نريد أن نقول، لا يمكن لعنف يبدأ ولحرب تبدأ ولا يتأثر بها المعتدي، لابد أن تأتي عليه. الآن القضية الأساسية في نظري أنه لا يمكن أيضا لأتباع الأديان أن يربطوا الديانات بمفهوم العنف ومفهوم العنصرية ومفهوم يعني الطغيان. فنحن نريد من أهل الأديان أنهم يدعوا إلى القيم المشتركة في دينهم. مثلا تجد في الإسلام والمسيحية واليهودية الاهتمام بالجار بغض النظر من هذا الجار، أحمر أصفر أسود، مسيحي ديني لا ديني. في الإسلام هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السابع جار. أيوة نعم، الاهتمام بالجار أيا كان. القضية الآن في نظري أن هناك مفهوم خاطئ لمفهوم المصلحة. المصلحة لابد تكون مصلحة عندها بعد بعيد ليس قريب. وبعض الناس اللي يشعلون هذه الحروب ما ينظرون تحت أقدامهم، لا ينظرون نظر مستقبلية. هناك عندنا ما يسمى بالهنود الحمر يسمونهم، ولكننا نحن نسميهم السكان الأصليين أمريكا. ينظرون عندهم قبيلة عندها مفهوم اسمه السبعة أجيال، يضعون خطة لسبعة أجيال، يفكرون ما هو الجيل، ماذا سيحدث الجيل السابع إذا قلنا بهذا الأمر. الآن نحن نريد الناس يفكروا لأجيال بعد النظر رؤية. بالضبط. ربما من رؤية المنتدى عندما بدأت هذه الفكرة، منتدى أبوظبي للسلم عمل لسنوات مع الكثير من الهيئات من أجل تغيير وتصحيح مفاهيم الغرب حول الدين الإسلامي السمح، هل نجح في ذلك؟ لحد ما نجح في أمريكا. الآن كثير من بعض الناس من القادة من أهل الديان ما كانوا يرون أن الإسلام عنده هذا يعني المساهمة الكبيرة في حل قضايا البشرية. لما يستمعون للشيخ عبد الله بن بيه ويرون الشيخ عبد الله بن بيه ينقل عن سقراط وعن أفلاطون ثم يقول هذا القاسم المشترك بيننا وبينهم، يجدوا في هذه المعاني وفي هذه الكلمات التي يلقيها الشيخ أبعاد ما كانوا يفكرون فيها. علاقة الإسلام بالحضارة، علاقة الإسلام بنقل البشرية من عالم الظلام إلى عالم النور، ما يسمى بالرينيسون، هو عالم يعني النهضة، عصر النهضة. نعم، هو مساهم من المسلمين. صحيح، من الرياضيات والفيزياء والفلك وغير من الأشياء. لابد أن يستعيد أهل الإسلام هذه الصدارة في الفكر والفلسفة. لدينا في الإمارات نقولها عن الشيخ محمد بن راشد المكتوم عندما يقول استئناف الحضارة، لابد أن نستأنف هذه الحضارة. هذه كلمة ممتازة جدا. استئناف الحضارة، لأن نحن بدأنا الحضارة. نعم. لنستأنفها الآن ونعيدها. إلى أي مدى أهمية السلم في زمن الحروب حيث تراق طبعا الدماء وتستخدم العنف، وهل في هذا الزمان اليوم هناك من يستمع لعالمية السلام ولهذه الدعوة للسلام، أو لابد أن نقوم بهذا العمل مهما كان هناك من يسمع ولا يسمع؟ نعم، طبعا هناك من يقول، وهي يعني مقولة أصبحت مشهورة، هل استهلك كلمة السلام يعني overrated أم هناك فعلا تصور حقيقي للسلام؟ أنا في ظني في تجربتنا في أمريكا نقوم بشيء اسمه يعني تعدد الأديان في محافظة على الجوار، وهذه من مبادرات أيضا الشيخ سماها قافلة السلام. هذه تقوم على التعارف على المستوى المحلي، لأن كثير من حوار الأديان يتم على المستوى يعني القادة. صحيح. ولا ينزل إلى الواقع. فبمبادرة الشيخ ومبادرة من عندنا في أمريكا قلنا بسميناه Multi Faith Neighborhood Network، هي مبادرة تقوم بتغيير الأفكار في على الواقع. أضرب لك مثال، هناك شخص اعتدى على مسجد في واشنطن سياتل قبل 5 أشهر، رجل أبيض عنده أفكار خاطئة عن الإسلام، حرق المسجد. واحد من الذين
دعوناهم لهذه المؤتمرات مع الشيخ قسيس، جاء للإمام والمسجد احترق، قال هذا مفتاح الكنيسة، يا الله استخدم الكنيسة في أي وقت تريد وسنبني معكم المسجد. هذا كان عنده من قبل ما عنده أفكار غير صحيحة عن الإسلام، فهذا العمل له أثر، ليس هو كلام فقط في الفنادق لكنه يغير الواقع. وكذلك يعني في مسجد آخر وأمثلة كثيرة في أمريكا بوقوف أهل الأديان مع المسلمين في حرب ضد الإسلاموفوبيا، ضد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. وذلك القس لديه طبعا الكثير من الأتباع الذين يقول فيهم خطبة كل الأتباع. يوم عنده آلاف الأتباع بالضبط. هو وغيره نعم نعم. يعني وهذا هو التأثير الحقيقي الذي يكون على الأرض مثل ما قلت، ليست فقط شعارات. وهؤلاء الذين جاء بهم الشيخ هنا في الإمارات من قساوسة نعم. ومن حاخامات ومن أئمة لهم آلاف الأتباع، تغيرت مفاهيمهم وأصروا على أن يقيموا هذا الحلف في كل مدينة. نحن جئنا بهم إلى هنا في الإمارات نعم. إمام وحاخام وقسيس من كل مدينة كبيرة في أمريكا، ولما رجعوا جاء كل واحد بعشرة أئمة وعشرة قساوسة وعشرة حاخامات، وكوننا شبكات الآن فيهم في 20 مدينة، الأمل أنه أصبح 50 مدينة. رائع. فتخيل هذه الآلاف المؤلفة من البشر تأثيرها نعم. الكبير نعم. لأنهم أولاً سيتعرفون على العالم العربي من خلال بالضبط. الإمارات، وهم ليس لديهم أي فكرة عن العالم العربي تمام. وسيعرفون تمام. الإمارات أكثر تمام. ثم أيضاً الدين الإسلامي صحيح. ويرجعون به هناك إلى أتباعهم. رائعة جداً، يرجع بأفكار الشيخ حول السلام ويطبقوها في الواقع. ما الرسالة التي ستأخذها حضرتك حاج إمام إلى فيرجينيا إلى أمريكا من هذا المنتدى دورة من هذا المنتدى الأسعار. مثلاً لقائي بكبير الحاخامات في بريطانيا والذي أبدأ تعاون معنا في سيتعاون معنا في موضوع الحوار وننقل تجربتنا من أمريكا حتى لبريطانيا. أيضا كثير من الذين يحضرون هذا اللقاء يتبادلون المعلومات، يجلسون على الغداء يتحدثون ماذا يحدث عندكم ماذا يحدث عندنا، تبادل الخبرات ونسميه إحنا يعني the best practice، يعني تبادل التجارب الناجحة. هذا من فائدة هذا المؤتمر. من فائدة هذا المؤتمر أنه أيضا ينقلنا من الفكرة إلى العمل. وهناك دعوة للشيخ في كلمته قال أريدكم أن تكتبوا شيء في الصحف، أن تقوموا مقابلات تلفزيونية، أن تساهموا في خطبكم يوم الجمعة والسبت والأحد الحديث إلى الناس. هذا هو الكلام الذي نريد أن ننقل الناس من الأبستراكت من الفكرة العامة إلى الواقع. تعرف الحاج ماجد، وكأن الإمارات أو أبوظبي صارت هي عاصمة الأديان خلال هذه الأيام. نعم الآن في هذه المدينة يوجد قادة من شتى نواحي العالم ومن أديان مختلفة صحيح. وتجد المسلم جالس بجانب الهندوسي بجانب البوذي بجانب اليهودي بجانب المسيحي. نحن نريد فعلا يعني عالم الأديان تكون فيه يعني وسيلة ويعني أداة لإقامة السلم والوئام بين الناس. تخيل لو كان القادة هؤلاء الناس كلهم استمع لهم كل أتباعهم في العالم لوقفت الحروب. لمن يقول كيف يمكن أن نتعايش، هذا هو المثال. نعم هنا بإمكانهم كلهم تعايش سلمي صحيح. جميعا وأن يتشاركوا في بناء مشروع ما، وهذا هو المثال هنا على أرض الإمارات. نعم وهو مثال حي. نحن نشكر دولة الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر، ونشكر معالي الدكتور الشيخ العلامة الشيخ بن بيه الذي يجمع بين الناس نعم. مع الناس من مختلف يعني الأديان والأطياف، ونشكر لهذا المنتدى أنه قام بهذا العمل العظيم في السنوات كل هذه السنوات. شكرا لك
الإمام حاج ماجد المدير التنفيذي ورئيس مركز أدمز الإسلامي في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنك لبيت الدعوة اليوم وكنت معنا. شكرا. بعد الفاصل سينضم إلينا دكتور ويليام فريفنلي، الأمين العام الشرفي لمنظمة الأديان من أجل السلام ونائب رئيس منظمة الأديان والروحانيات بمؤسسة فيتسر. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ما زلنا إذن في الدورة التاسعة لمنتدى أبو ظبي لتعزيز السلم. ينضم إلينا الآن دكتور ويليام فنتلي، الأمين العام الشرفي لمنظمة الأديان من أجل السلام ونائب رئيس منظمة الأديان والروحانيات بمؤسسة فيتسر. Welcome with us. Thank you for being with us, Doctor. Dr. William, how can the world face global conflict with a universal peace, in your opinion? So we need partnership. We need partnership at a level that we've never had before. And this partnership needs to respect the integrity of every person. Every person can be an agent for building peace. It needs to honor the wide diversity of organizations that specialize in dimensions of our own flourishing. And each of these groups across the lands of the world need to keep their own identities. But we need a larger movement, a movement in which everybody can look to this movement and say, there's a place for me. That's what I can contribute. And I can be a I can receive the goodwill of all of these other persons, other groups, that in a very profound way I feel in solidarity with. Yeah. How can you define, you have, you know, decades of experience in peace and conflict resolution, how can you define universal peace from your point of view, and is it realistic? So first of all, we need to recognize that peace is positive. Peace is not the absence of war. Peace is not the absence of one affliction or another affliction. We need, and here in the Middle East, you have exquisite possibility. We need to look to the sacred understanding of peace. The fact that God calls us to flourish, to fully unfold all of our potentials as persons, that we need to build societies that we can call shaped by the common good, meaning they assist all of us to unfold our potentials. We in turn have to contribute to those societies. We walk on a single blue earth, radiant with the glory and the beauty of the transcendent God. So our peace is a full peace before God, before Allah, before each other as open to Allah, building together societies that would honor us and help us to unfold our potentials, and walking on the green earth, radiant with the beauty of the Creator itself. We need a positive, holistic vision of peace. Without that, we don't even really grasp what threatens us. And that is an amazing picture that you gave us, Doctor, but is it realistic? Is it executable? It is, first of all, reality. Okay. It is the deepest reality. When we abuse it, that is not real reality, that's the abuse of reality itself. And millions, billions of people around the world are instinctively in their hearts yearning for that peace, desiring, thirsty for that peace. Today, that peace is known in an anticipatory way by the world's religions. It has to now be translated into a shared vision, and lamentably, we acknowledge we fail this peace. Yeah. And so we start with humility that this is the peace that we're offered, we're called to, and we fail it.
So to this beauty, we add the obligation of repair, of healing. And this is something that is dignified, but is really only framed with this positive vision of peace. Come to this edition of Abu Dhabi Peace Forum. It's not the first time that you participate with them, either in Abu Dhabi or in other countries as well, right, like in America, in Washington. My question, what is your message that you brought to this forum, this edition today, and how? What are the point or the common ground that you have with the forum? Well, I have, let me start with the latter. I have enormous common ground. Today is a unique age in which persons of different faiths look into the eyes of mature people of a sister faith, and they rejoice. The eye of goodness sees goodness and rejoices. The eye of mercy sees mercy and is so happy to see it. So we know each other across our different faiths, and we see the radiance of what we hold most precious by our own faith in the person of the other faith. This is a very remarkable moment. I've been asked in this conference to reflect on, this conference is focusing on the globalization of the threats to peace. We're all threatened today, all of us, by the threats to peace. The weapons of mass destruction, the ecological danger that we all face, pandemics, the supply chains upon which we all depend. So we're all in this together. And the question then, what does this mean for partnership? And that is the task I'm requested to speak to. And the simple word is business as usual will not do it. Yeah. We're not talking about any group changing, but we're trying to imagine the way that all of us could know of each other, find a de-centered movement of movements, united in a common vision of peace, united in all of us trying to build parts of that. We need a new architecture of a movement that spans all of us, where we have a shared vision of peace, and where we can curate the contributions that each group is making and have them shared widely. We're early in a new stage of challenge, but we've got to rise to it. Does decision maker listen to your point of views, your strategies, your this vision that you have about the peace? Because decision maker in many places of the world are the one and the reason who decide to go to war or to stop it and go into peace. Do they listen to you? Well, the answer is mixed. Mm-mm. There have been times when the answer is simply yes. And because to the extent that they are accountable to their people, when their people demand peace, there is some impact. But I think we are early in this. We need to build alliances across our nation states, across regions, and to draw strength from each other. This is the time for pioneers. We're in a new stage. We have new threats. We have new potentials for building peace. Here in the forum, we're at a pioneering stage, beginning to forge the early vision of how we would collaborate together, using all of our resources, most of all the good hearts of ordinary men and women who are waiting to be called upon, to be galvanized in a vision that is truly dignified. And so let us go forward. If we will give a roadmap to those decision makers coming from this edition and your work, what are the factors that has to be starting now, available to have this peace in the future, and start working on it? Well, let me answer in a way that is even more foundational than the roadmap. The roadmap is important, and you wisely raise that.
We need a new story. A new story of what it means to be a single human family living together on a single blue earth before the mystery we can call by many names, but the sacred mystery. We call it Allah, we call it God in German, which is a German word, or Deus in Latin. But the human family, from its very beginning, from its first conversation, was trying to talk of the sacred, recognizing the mystery of its own participation in existence. Today's story, the modern story, has good points in it, but it's ultimately a sad story. It divorced science and spirituality. It's a story that isolates us as non-relational persons, that understands matter as dead and everything is reducible to soulless dead matter. That's not the story that the human family ought to tell itself. Science doesn't really bear it out. So we're in the stage of trying to tell a new story, one that honors the diversity of our faiths, but unite us. And in that new story, we can see ourselves in a strange way, much like our older stories, more original stories, but as modern people. And with that new story, we can ground a comprehensive vision of peace that would embrace all of us, positioning all of us as stakeholders in the building of that peace. So let's take heart. We are at the end of an era, the beginning of a new one. We need a new foundational story which honors the deepest religious stories, but honors science. And from there, we'll build our roadmap. In this vigorous search for peace and your hard work, who do you need with you? Well, we need every heart that is restless for peace. Every heart that is not satisfied with the mere commodification of the natural world, the vulgarization of it. That can recover the wonder, the intrinsic beauty that the radiance of God, God's truth and God's goodness reflects as beauty to us, beauty in the natural world, beauty in the human heart. We need to come back to the original awe that we experience even as children today at the sheer miracle of existence and how it calls us forth to participate in it. So we're at this possibility today that always occurs as an older world is dying. And it is, it's no longer serving us today. Yeah. Let's learn everything good from it, but bring it forth. Doctor, excuse me that I work in the news, and unfortunately, everything that I see is dark. Inflation, the Correct. Chain supply problem, the crisis of energy, the high prices. It's beside, of course, the bloodshed somewhere in the world here and there, north and south. So that's why I want to finish this episode to ask you, with asking you, still there are hope for peace? So I've worked in violent conflicts for 27 years of my life. Beginning in Bosnia after Srebrenica, and on to conflicts in this region, the conflicts that were brought to this region, Iraq and Syria. And I used all of the arts that are possible for the religious communities to convene them and so forth. But here's what I found, what never made the news, but was present everywhere I was. Men and women in the most extreme circumstances, the most burdensome, inhumane circumstances, turned to each other and became little oases of peace. Mosques and churches opened their doors to help people where everything else was broken. You can't take it away from the human heart to be kind and to be charitable to each other. So we look to the hardest situations and their flecks of light. Yeah. Within them. We'll build on that light. I will follow that light.
I will follow it. Thank you so much, Dr. Bendley. حقيقة الكثير من الطاقة الإيجابية أخذتها في هذه الحلقة ومن ضيوفنا الكرام. بهذا وصلنا مشاهدينا لختام هذه الحلقة التي أتتكم من منصة منتدى أبوظبي لتعزيز السلم في دورته التاسعة. بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة وبقية الحلقات أيضا لبرنامج قابل للنقاش على مختلف منصات البرنامج. جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية لهذا العام فاز بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن جدارة واستحقاق، تقديراً لجهوده الكبيرة في تعزيز ثقافة السلم والتعايش السعيد في أحد أكبر البلدان المسلمة. تعاظمت أهمية جائزة سبط الرسول الأعظم الذي أطلقتها أبوظبي قبل سنوات وأضحت حدثاً بحد ذاتها وموعداً سنوياً دولياً ينتظره دعاة السلام لتكريم دعاة السلام. جائزة منتدى السلم رسالة سلام إماراتية عالمية وإنارة من أبوظبي لكل أصقاع العالم. تصبحون على خير.